عسلامة ومرحبا بكم الناس كل في فيديو جديد. برشا منكم طلبتوا مني في اخر فيديو اني نحكي على ديباك الجيم اند ستريم، الالعاب من فئة القوية كما تعرفوا تو فاكونس واغلبكم باش يشريو بي سي جيمر باش يبداو يستريميو. كما تعرفوا ستريم لازمو ماكينة كاسحة باش تلعب لي جو في الماكس سيتينغز وتعطي كاليتي تحفونة ياسر، سورتو اذا كان عندك محتوى في شان يوتيوب وتمنتج دي فيديو كذا وتعمل لي ديتينغ وكجو هذاك الكل لازمك ماكينة طيارة. دونك عملت ريشيرش نتاعي ولقيت لكم كات باك من احسن ما فما حاليا في تونس اللي توفرها لكم بوتيك اكسبير جيمنج. شاك باك نلقاو فيه كونفيغ معها اكرام باسوام مختلفه والكل يستريمي والكل يلعبوا لي جو في الماكس سيتينغز. حاسيلو ما نطولش عليكم اكثر، يلا نشوفوا لي كات باك هذوما نحكيوا عليهم، شوفوا لي كاركتيرستيك نتاعهم وكل عاده نعطيكم لافريج اف بي اس في لي جو اللي قاعدين نلعبوا فيهم تو نستريمي فيهم تو، يلا نشوفوا مع بعض. الو شباب، بالنسبه للباك اللي باش نحكيوا عليهم اليوم متوفرين في سيت اكسبير جيمنج، دونك هذا السيت قدامنا. نمشيو للباك جيمنج، باك سيلفر نلقاو فيه لي كات باك اللي سماهم سنو بول من الان حتكشي للكات. باهي نحلو الباك الاولى نشوفوا الكاركتيرستيك نتاعها، نلقاو فيها البواتي وايت شارك وور هيد، لاليمونتاسيون اب كونكور 600 وات سيرتيفي برونز، البروسيسور اي 5 ديزيام جينيراسيون. بالنسبه للبروسيسور هذا سي سكور 12 ثريدز، البيس فريكونسي نتاعو 2.9 جيجا هرتز والتيربو 4.3 جيجا هرتز، دونك خاص بالجيم اند ستريم. انا بيرسونيلمون البروسيسور نتاعي هو الاي 5 ديزيام جينيراسيون، نخدم به اللي نحب، نلعب لي جو بالمرتاح، نستريمي، نعمل لي ديتينغ، جو احلى جو. بالنسبة للفنتيلاتور نتاعو اللي هو لاب كونكور تي 404 بي اوريكان دويل، دونك فيه زوز مراوح تنسى سخانة جملة في البروسيسور. دونك الكارت مير لازيوس برايم هاش 510 ام كا، الكارت جرافيك ليرتيكس 3060 تي اي توين اتش، دونك الاس اس دي 240 جيجا، والرام دو بارت ميموار من تيم جروب دلتا ار جي بي دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز، دونك 6 جيجا دو رام. ومعاهم ليكرون ريد دراجون ميرور 144 هرتز، طون دي ريبونس تاعها 1 ملي سكوند، فول اتش دي انكورفي وجوابه. بالنسبه للكرون هذه حكيت عليها في فيديو واحد وتلقاوه موجود في الشان نتاعي باش تاخذوا عليها فكره اكثر. باهي بالنسبه للكونفيغ هذه الباك هذه واللي باك اللي تروى الاخرين اللي باش نحكي عليهم بعد، الكل اللي يلعبوا يستريميو في الماكس سيتينغز من غير ما تخمم فيها مرتين. دونك الفرق بيناتهم تو نحكيو عليه كي نتعداو للباك اللي بعدها. باش نعطيكم لافريج اف بي اس في كلكو جو على الباك هذي. باهي نبداو بالباب جي، الكل على 1080 بي في الماكس سيتينغز. باب جي 178 اف بي اس، لول 187 اف بي اس، سي اس جو 288 اف بي اس، فورتنايت 177 اف بي اس، جي تي اي 5 146 اف بي اس، اوفر واتش 232 اف بي اس، ابيكس ليجندز 147 اف بي اس، اساسن كريد اوديسي 72 اف بي اس، شادو اوف ذا تامب رايدر 112 اف بي اس، باتل فيلد 5 ار تي اكس اون 89 اف بي اس، الوارزون ار تي اكس اون 97 اف بي اس، فالورنت 233 اف بي اس. دونك اف بي اس طالع على عجلة، تلعبوا اللي تحبوا تستريميو اللي تحبوا في الماك سيتينغ. دونك السوم نتاعها 4590 والكل نحكي عليهم راهو يلعبوا العاب من الفئه القويه من الاخر وعلى الاخر. دونك هذه كانت الباك الاولى، نتعداو للباك الثانيه. دونك نفس لي كاركتيرستيك سوف كو البروسيسور لهنا الرايزن 5 3600، البروسيسور هذا سيسكور 12 ثريدز، البيز فريكوينسي نتاعو 3.2 جيجا هرتز والتيربو 4.2 جيجا هرتز، البيز 3.6 جيجا هرتز والتيربو 4.2 جيجا هرتز. بالنسبه للبروسيسور هذا خاص بالجيم اند ستريم وفي اللي ديتينغ حاجه طياره على الاخر. ميموار كاش نتاعو 32 ميجا، بالنسبه للناس اللي تحل بوكود انجلي كيفي انا مغروم نحل برشا انجلي في الجوجل، نحلو بي اس لهنا الريكوردي، نحل دي بروجرام اخرين يساعدني على الاخر. دونك بي سي يقعد خفيف جو احلى جو. وبالنسبه للجيم وستريم عالمي، من اكثر البروسيسور اللي تباعوا من عامنا ولسنا في تونس. باه الباقي الكل كيف كيف نفس الكاركتيرستيك. باش نعطيكم لافريج اف بي اس في كلكو جوز هذا كيف كيف على الباك هذي. الاوريزون زيرو داون على 1080 بي ماكس سيتينغز 113 اف بي اس، ريد ديد ريدمشن 2 على 1080 بي ماكس سيتينغز 74 اف بي اس، اساسن كريد فالهالا على 1080 بي ماكس سيتينغز 81 اف بي اس، جي تي اي 5 على 1080 بي ماكس سيتينغز 104 اف بي اس، سايبر بانك على 1080 بي ماكس سيتينغز الترا ري تريسينغ 56 اف بي اس، ريزيدنت ايفل 3 على 1080 بي ماكس سيتينغز 202 اف بي اس، ذا ديفيجن 2 على 1080 بي ماكس سيتينغز 113 اف بي اس، فورزا اوريزون
4 على 80 بي ماكس سيتينجز 134 اف بي اس، باتل فيلد 5 على 80 بي ماكس سيتينجز الترا ري تريسينج 80 اف بي اس، كول اوف ديوتي وار زون على 80 بي ماكس سيتينجز 119 اف بي اس. دونك لي جو الكل كالعاده تلعبهم في الماكس سيتينجز تستريميهم بالمرتاح. دونك السوم نتاع الباك هذه 4890 دينار. دونك نتعداو للباك الثالثه. دونك بالنسبه للباك الثالثه كيف كيف نفس لي كاركتيرستيك، سوف كو لهنا البروسيسور رايزن 5 5600 اكس. بالنسبه للبروسيسور هذا سي سكور 12 ثريدز. دونك البيز فريكوانسي نتاعو 3.7 جيجا هرتز والتربو 4.6 جيجا هرتز. بروسيسور عالمي في الجيم اند ستريم. التربو 4.7 4.7 جيجا هرتز عالمي البروسيسور في الجيم اند ستريم وفي الايديتينغ سيرتو في الايديتينغ طير على الاخر كي تبدا ترندر في الفيديو نتاعك نحله عباره نحل به. بالنسبه للمروحه نتاع البروسيسور راب كونكور كما قلنا كيف كيف نفس الكونفيغوراسيون في لي زوتر باك. بالنسبه للكارت مير هنا ال ام اس اي بي 550 ام بازوكا. الكارت جرافيك لارتيكس 3070 جيم روك دونك اقوى من لي باك الاخرين. دونك يستريمي لك اللي تحب عليه في الالترا سيتينغز ما غير حتى ادنى اشكاليه تستريمي تعمل ايديتينغ تعمل اللي تحب عليه انت بالمرتاح. دونك نعطيكم افريج اف بي اس في كلكو جو على الباك هذي. ريزيدنت ايفل على 1080 بي الترا سيتينغز 260 اف بي اس، كول اوف ديوتي وار زون على 1440 بي الترا سيتينغز 100 اف بي اس، هوريزون زيرو داون على 1440 بي الترا سيتينغز 100 اف بي اس، ريزيدنت Red Dead Redemption 2 على 1080p Ultra Settings 100 FPS، The Witcher 3 على 1440p Ultra Settings 105 FPS، Cyberpunk على 1080p Optimal Settings، RTX On DLSS Auto 75 FPS، Mafia Definitive Edition على 1080p Height Settings 160 FPS، Doom Eternal على 1080p Ultra Settings 240 FPS، Watch Dogs على 1080p Very High Settings 85 FPS، Battlefield 5 على الـ 1440p Ultra Settings RTX On DLSS On 103 FPS، Assassin's Creed Valhalla على 1440p Ultra Settings 75 FPS. دونك الكل تلعبهم على 1440p في الماك سيتينغز RTX On جوكم أحلى جو. بالنسبة للباك هذه بالرسمي دبابة السوم نتاعها 5990 دينار. نتعداو للباك الأخرانية. دونك نفس الكونفيغوراسيون سوف كو لهنا لاليمونتاسيون ايروكول 750 وات سيرتيفي برونز. البروسيسور اي 7 11 جينيراسيون. بالنسبه للبروسيسور هذا 8 كور 6 ثريدز دونك تيربو حاتكش 4.9 جيجا هرتز. دبابه البروسيسور هذا من احسن ما فما بالرسمي من احسن ما تاخو للجيم اند ستريم حتى في الايديتينغ زاد به. بالنسبه للكارت مير ال ام اس اي بي 560 ام في دي اتش واي فاي. دونك الكارت جرافيك لارتيك 3070 جيم روك والباقي الكل كيف كيف في نفس لي باك الاخرين نفس لي كونفيغوراسيون به. هو لو مينيموم في لي جو جينيراسيون جديده يطلب عليك بروسيسور 4 كور 8 ثريدز. دونك تو لي بروسيسور لهنا سي سكور 12 ثريدز سوف كو لي 7 11 جينيراسيون 8 كور 6 ثريدز يعني باش يخدمك بالمرتاح ويستريمي لك ويفضل باه. باش نعطيكم افريج اف بي اس في كلكو جو ماهمش برشا. دونك دوم ايترنال على 1440 بي الترا سيتينغز 178 اف بي اس، مترو اكسودوس على 1440 بي الترا سيتينغ 72 اف بي اس، سايبر بانك على 1440 بي الترا سيتينغ 85 اف بي اس، ريد ديد ريدمشن 2 على 1440 بي الترا سيتينغ 93 اف بي اس، هوريزون زيرو داون على 1440 بي الترا سيتينغ 107 اف بي اس، جي تي اي 5 على 1440 بي الترا سيتينغ 176 اف بي اس، واساسن كريد اوديسي على 1440 بي الترا سيتينغ 102 اف بي اس. دونك الكل تلعبهم على 1440 بي الكل في الماكس سيتينغز اف بي اس طالع جوكم احلى جو. بالنسبه للسوم نتاع الباك هذه 6490 دينار من اقوى ما تاخو في الجيم اند ستريم حاليا في تونس هما لي كات باك هذوما. دونك ماذا بيا اي واحد باش يمشي يشري واحد من لي باك الاربعه هذوما يقول لهم راهو بعثني اليوتيوبر اشرف فتا يفرحوا بكم يركحوا لكم جوكم على الاخر به.
دونك وريتكم كيفاش تنجموا تعدي كوموند على اي باك في سيت اكسبير جيمينغ، حكيت عليها يجي 5000 مره الفازه هذه. دونك ما نقعدش كل مره نعاود نوريكم كيفاش، تنجموا تلقاوه في فيديوهات الاخرين. سينو اسهل طريقه انك تعمل كابتور ديكران على الباك اللي حاجتك بها، تمشي الباج اكسبير جيمينغ تونيزي، تنخليكم اللينك نتاعها في الديسكريبسيون تحت الفيديو، ابعثوا لهم ميساج قول لهم راه بعثني اليوتيوبر اشرف حاجتي بالباك من الباكيت هذوما، كسوا عجبك الاولى الثانيه الثالثه ولا الرابعه اللي اسميهم سنو بول. دونك تبعث لهم الكابتير قول لهم بعثني اليوتيوبر اشرف ونحب نشري الباك هذه، تيفرحوا بكم يعمل لكم سمت حفون وجوكم احلى جو حاسيلو. دونك هذا كان الفيديو متاعنا اليوم، ما تنساوش نعمل عليكم باللايك والبرتاج ان شاء الله نسكروا 15000 قبل راس العام. خليني نخرج الجيف اوي اللي تتمثل في الكاسك MSE GH20 وستاند امتاح، ماذا بيا في اقرب وقت نسكروا 15000، ما عادش برشا 500 ابوني حكايه فارغه، نعرفكم تقدوا الناس الكل تعاونوني بالبارتاج خاطر بالرسمي تاع برشا على الفيديوهات نتاعي، ماذا بيا الناس الكل تعمل لايك وبارتاجي، ماكش خاسر حتى شيء باش تبارتاجي، بالعكس قاعد تنفعني على الاخر وباش نزيد نقدم بالشان نتاعي ونقدم بالمحتوى اللي قاعد نهبط فيه عشان يوتيوب. يلا نشوفكم في فيديو جديد، سلام.